ممثلة عن الشعب المصري ونائب بمجلس النواب المصري وناشد جميع المصريين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اللعين، وخاصة في ظل المناسبات القادمة ومنها احتفالات عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعلى جميع المصريين بالخير واليمن والبركات. كما نؤيد قرارات مجلس الوزراء والتي تهدف إلى حماية المصريين من هذا الخطر اللعين، فكما رأينا جميعا مدى تأثيره السلبي على بعض الدول ومنها الهند. لذا أرجو منكم جميعا الالتزام بتلك التدابير الاحترازية والوقائية. حمى الله مصر وشعبها. النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر.